Boeja! فض كيفكم؟ شو الأخبار؟ زي ما أنتم شايفين، يقول داروين إنه أصل الإنسان قرد. أنا بدي أعدل عليك يا حج داروين، أصل البني آدم جحش. واضح اللي أنا عامله، أنا بثبت هاي النظرية. هذا التحدي يا إخوان لأول مرة بينعمل، تحدي مثل هذا على اليوتيوب، 25,000 كالوري في وجبة واحدة. طبعا رح تقولوا أنتم شو، ست مسخن، ثلاث دجاجات، ست خبزات، إيش اللي 25,000 كالوري؟ أنا بقولكم إيش 25,000 كالوري. زيت الزيتون لحاله يا إخوان في هاي الوجبة اللي أنتم شايفينها قدامكم 2 لتر، جوجلت عن نيوتريشن، 2 لتر زيت زيتون بيطلعوا 17,000 وشوي. وعندنا ثلاث دجاجات، وعندنا ست خبزات مع البصل، الصنوبر مقلي ب الصنوبر واللوز مقليين ب مقليين بسمنة، وبرضو زيت زيتون. محصلة الوجبة اللي انتو شايفينها 25,000 سعرة حرارية. في ناس كتير عملت تحدي 20,000 سعرة خلال يوم كامل، انا بدي اعمله وجبة واحدة. الله يستر. معنا كولا عشان نزيد الطيب بلنا. الشيء الوحيد اللي انا خايف منه بهذا التحدي يا اخوان زيت الزيتون والسمنة، يعني حرقة ليوم الحرقة. بس برضو مسخن زاكي، مسخن صراحة، يعني مسخن. مسخن زاكي. طبعا طريقة المسخن رح ننزلكم اياها ان شاء الله الاسبوع الجاي، نفس الطريقة هاي اللي أنا عامل فيها المسخن. بتشوفوا كمية زيت الزيتون قديش، يعني الواحدة من هدول فيها تقريبا كاسة وشوي زيت الزيتون. كاسة أنا بالعادة بحط، بس هي طلعت كاسة وشوي هالمرة، لأنه كمية البصل مهولة. هاي زيت الزيتون مش شايفينه، شايفه الخبزة متشربة بزيت الزيتون. جلدة، ما راح اكل الجلدة هالمرة. ابلش تحس بتقول بس ما بديناش. شو هو؟ اخوان جاي احضر حلقة ودي ياع او مع هيك المسخن بتاكل، هيك طال عمرك بتاكل المسخن، فيش طريقة ثانية لاكل. لسه مخترعوا شوك وسكين هذا للمسخن. وبعدين انا اول حلقة قايل لكم اصل بني ادم جحش، ما عادش يقعد يعلق لي ياع وبيا بطلع ايديه وزيت ومشوط، بالعكس احلى شيء انه الزيت مشوط.
وصلنا مرحلة يا إخوان صار لك فيها صعبة. المضغ صار صعب. البلع صار صعب. بدل مسخن يبرد. وهي مشكلة. هاي مشكلة كبيرة لسه وصلناش لنصهم. خلصنا ثلاثة. الموضوع كتير أصعب من ما كنت بتخيل. كتير قطعنا نص المشوار. صار بدك ولا الأكل صار كتير بارد. بلشت حد يصير موزي. عروطة. عن جد الموضوع صار مؤذي. بلشت احس بدوخه مع الاطباق هدول اللي مصوتين علي عشان التصوير. فتلت أنا مش قادر. صدقا مش قادر. بدي أجرب أفك الشاش كلياته. كتير كتير براد الأكل كتير. الله يا إخوان الزيت لما يبرد كيف بيصير. يا ربي نقطنا هون. راح أحاول آكل الدجاج. إن شاء
انا كل خلصت الثلاث شاشات واذا قدرت اكل من خلص شوي باكل بس اكتر من هيك بصراحة الموضوع صار خطر ايدي نملوا وراسي نمل وفكي كتير وجعني كتير عم وجعني بيك يا اخوان مش قادر احكي
هتكون خلصنا التحدي. خمسة وعشرين ألف سعرة في وجبة. Never try this at home. اوعى تجربوا هذا الشيء بالبيت. بحبكم كتير. Stay healthy.